الموضوع ديال الرقات هو الموضوع شائك، وخاص شي احدى الوزارات على ما اعتقد وزاره الاوقاف تدخل في هذا الموضوع باش تقنن هاد لانه ولات مهنه خاصها تتقنن، ونعرفوا شكون، لان ماشي من هبه ودبه تيجي وتيولي راقي، فهمتي؟ المتطفلين على الجهد، ما حامل لكتاب الله، ما عنده علم، ما عنده معرفه، ما عنده شيوخ، ما عندوش اساتذه، ما عندوش بزاف د الحوايج، تيتعلم شي حاجات من سيدي ولا من كاسيط ومن اليوتيوب ولا من شي حاجه، تيجي كيتراما، لان هاد الشيء خصو يتضبط في بلادنا. واحد العدد ديال الميادين باقي يعني مطلوقه في البلاد، خصها تتقنن، وخاص احدى الوزارات تدخل وتضبط المسائل ديالها. واللي عنده الكفاءه واللي عنده المستوى اهلا وسهلا، واللي ماشي في المستوى ويكون عنده العنوان ديالو ويكون عنده معروف ويكون عنده حتى هو الاشاره ديالو بحال الدكتور بحال المهندس بحال اي واحد، حتى هو يكون عنده كابيني ديالو ويجيو عنده الناس بوجههم احمر ويترقاو، علاش لا؟ كاين الرقيه الشرعيه كاينه، ولكن خاصها تقنن. النصابه موجودين على الجهد. انا على ما اعتقد انا عندي في الميدان هذه ديال الدين عندي معاه شي بركه، لان انا اصلا كنت مؤدين. الماء حنا ملي تنقراو مثلا سوره البقره تيقول لنا الشيوخ ديالنا تيتغير الماء تيولي فيه نسمه، وآل عمران وهكذا، فهمتي؟ ولكن هذا بالقران، اما هادو يقدروا يديروا فيه شي حاجه على ما اعتقد يقدروا. كل شيء جائز، لان ولاو ما شاء الله الناس ما بقاش اسيدي كتخاف الله، ما بقاش كيخافوا الله. الله يهدينا جميعا.